لدي أخبار سارة لمعجبي الممثل جوك بيك ديميرجي وأوزجياجي الذين حققوا نجاحا كبيرا. إذا شاهدتم الفيديو حتى النهاية فستكونون على دراية بجميع المعلومات. ماذا يفعل جوك بيك ديميرجي الآن الذي ظهر في الصحف بعد مغادرته المسلسل التلفزيوني الوعد؟ لقد جمعت لكم آخر الأخبار عن الممثل المحبوب جوك بيك ديميرجي الذي تصالح مع حبيبته أوزجياجي بعد نهاية مسلسل يمي. هو في مزاج جيد الآن، وكان الزوجان اللذان كانا يستعدان للزواج من قبل قد أجل زواجهما بسبب الوباء. بعد ذلك جوك بيرك ديميرجي وأوزجياجيز قد انفصلا. كان هناك خلاف بين الزوجان المشهوران، يقال أن الزوجين يريدان إكمال حلمهما الذي لم يكتمل مؤخرا. شارك جوك بيرك ديميرجي في مسلسل جيستين جيت مي بعد ختام مسلسل يمين. يواصل الممثل الشهير أيضا مراجعة عروض المسلسل المقدمة له. أخيرا جوك بيرك ديميرجي قيل أنه صافح مسلسل التلفزيوني الجديد واليومي عنوان إيدفوي بابا الذي أنتجته شركة بلوم ميديا. قيل أنه سيتم بثه في 5 دول، ومع ذلك ظلت هذه التقارير بمثابة ادعاءات. يبدو أن جوك بيرك ديميرجي يعطي الأولوية حاليا لزواجه من أوزجياجي. حسنا، في رأيكم هل تريدون أن يتزوج جوك بيرك وأوزجياجي أولا أم عليه أن يشارك في مسلسل جديد؟ يمكنكم كتابة أفكاركم الخاصة معي في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.